أحسن الله إليكم. صاحب الفضيلة يقول: حججت هذا العام متمتعا وقد قمت يوم النحر بالأعمال التالية. نعم. يقول: حججت هذا العام متمتعا وقد قمت يوم النحر بالأعمال التالية: رميت جمرة العقبة، ثم نحرت الهدي، وبعد ذلك لبست ثيابي، ثم حلقت، ثم طفت طواف الإفاضة. السؤال: هل عملي هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك فما هو الواجب علي الآن؟ عملك هذا صحيح، إذا كنت رميت الجمرة وذبحت الفدية، يعني لبست ثيابك قبل الحلق، إيه لا غلط هذا، لأنك تحلل وأنت ما فعلت إلا واحد وهو رمي الجمرة، هذا غلط منك. وكان الواجب أنك انتظرت إلى الحلق، ما تلبس ثيابك لما تحلق لتفعل اثنين من المناسك. مناسك ثلاثة التي يتحلل بها، ثلاثة: رمي الجمرة، حلق الرأس والتقصير، والطواف، طواف الإفاضة والسعي. فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فإنك تلبس ثيابك تتطيب، وإن فعلت الثلاثة كلها فإنك تتحلل التحلل الكامل، يحل لك كل ما حرم عليك بالإحرام من الزوجة وغيرها. أما ما فعلت لك لبس ثوبك بعد الرمي فقط، ما فعلت إلا واحد، هذا خطأ، ولكن ما عليك في شيء. لكن في المستقبل لا تلبس ثيابك لما تفعل اثنين من هذه الثلاثة.